محمد حسنين هيكل الكاتب المصري أيضا كتب كلام في نفس السياق تقريبا، وذكر عندما بدأت معركة ما يسمى بالجهاد الإسلامي ضد الوجود السوفيتي في أفغانستان، ودخلت السعودية بطلب من الولايات المتحدة لتمويل وتسليح المجاهدين، وتبعتها بلدان عربية، دخل بن لادن إلى الصورة من ناحية أن الاستخبارات السعودية طلبت إليه أن يكون غطاء لدفع الأموال لمعركة ما يسمى بالجهاد الإسلامي. يعني هذه من ابتداعات الله يرحمه محمد حسنين هيكل الكثيرة، واختلاقاته اللي وضعها في كتبه، وللأسف أنه في من يصدقها. لكن زي ما ذكرت لك، يعني أسامة بن لادن لم يكن له أي دور في الاستخبارات العامة، ولم يكن هناك حاجة أن يوفر غطاء كما ذكرت لك. يعني ورداً على ما قالوا أنه بطلب من الأمريكان أن احنا وفرنا الدعم لهؤلاء، كان الطلب الأساسي من باكستان. فهذا اللي حصل، الغطاء كان متوفر من خلال الباكستانيين، ومن خلال ما ذكرت لك هو أنه حرصنا على أنه لا يكون هناك أي دليل قد يستغله السوفييت ضد باكستان، بأنه يكون هناك يعني إشارة أن السعودية أو أمريكا قدمت الدعم للمجاهدين الأفغان.